حبيت صوركن. هيدي طريقة معمول جديدة أنا تعلمتها، سميته معمول أميمة على اسم صديقتي اللي علمتني عليه، هي صديقة عزيزة وغالية على قلبي. لأنه معمول طريقته كتير سهلة بالتحضير حبيت شارككن فيها للوصفة. كمان هيدا المعمول الحلو فيه إنه مكوناته متوفرة بكل مطبخ وبكل مكان، سريع التحضير وبنقدر نعمل كمية قد ما بدنا ونحطهم بالفريزر. صورتلكن الخطوات، فينا نجمده ونطلعه من الفريزر قبل الخبز بربع ساعة ونخبزه ويتقدم. طريقته كتير ناجحة، أنا صورت لكم كيف فينا نفرزه وكيف فينا نحضره طازة. وبنحطه بالجات، ما بنحط عليه سكر لأنه هو بالتمر، يلي بده حلا بيكون مناسب، يلي بده سكر حطوله بصحنه على طول مباشرة. وهذا معمول تمر بطريقة جديدة، طريقته كتير سهلة وطعمته كتير مميزة وطيبة، ما بياخد معكم وقت أو شغل. هيدي عجينة التمر انا هلأ هون جهزتها. هيدا التمر انا شلت البذور منه، انا بحب استخدم هيدي الطريقة، ما بشتري الجاهز. حطيت عليهم معلقة طعام سمنة، حطيت تقريبا 4 معالق طعام، زيت زيتون اسباني خفيف. اذا ما كان عندكم زيت زيتون خفيف لا تضيفوا البلدي لانه حيكون طعمته كتير تقيلة، حطوا زيت ذرة زيت نباتي. حطيت نص معلقة صغيرة هيل وهلأ رح ادعكم سوا. وهيدي العجينة التمر بعد ما دعكتها مع الزيت والسمنة والهيل صارت عندي جاهزة. هلأ بدي كورها. دائما بس ملاحظة لكم ليسهل عليكم الشغل، لما بدكم تدعكوا تمر، بدكم تدعكوا كبة في او عجين، دائما حطوا جات تحت الجات فوطة، هيك الجات ما بتحرك وبيكون سهل عليكم ولا ايديكم الدعك وبتريحكم هيدي الطريقة اكتر. يعني دائما اعتمدوا فكرة الفوطة تحت اي جات بدكم تدعكوا فيه. اذا ما حتشتغلوا على ماكينة كهربائية بدكم تعملوا الدعك على ايدكم. عم جهز انا هلا مقادير المعمول اللي بدي اعمله. رح استخدم كيلو طحين، الكيلو رح نحط عليه نص كيلو زبدة، يعني 5 قوالب من هيدي الزبدة، اي نوع انتو بتستخدموه استخدموه. كوب سكر بودرة، معلقتين طعام موارد، معلقتين طعام مزهر، كوب حليب سائل، معلقة طعام محلب طحنته طازة، وهيدي حبات المحلب بهيدي الطريقة. بكل الاماكن اللي بتبيع بهارات موجود منها. ورح نستخدم للعجن حليب سائل تقريبا كوب، بنضيف عليه الموارد والمزهر بخلطهم سوا. وحرارة الحليب السائل بدها تكون فاترة بدرجة حرارة المطبخ، لا كتير سخن ولا كتير بارد، يعني فاتر. هيدا اللي رح نعجن فيه المعمول. هلأ رح اخلط الطحين مع المحلب مع السكر البودرة سوا. هلأ بعد ما انا خلطت الطحين مع السكر مع المحلب رح انخلهم لنتأكد ما في اي كتل من الطحين او من السكر البودرة. هلأ دوبت انا هون الزبدة، ما بنخليها تسخن معنا كتير، بس شوية تبدأ تدوب، حتى لو فيها قطع مش كتير دايبة بس بتكون سهل انه احنا ندعكها مع الطحين. هلأ راح ضيفها فوق الطحين وابدأ انا باطراف الاصابع جمعهم على بعض. هلأ ببدأ بهيدي الطريقة جمع الزبدة مع الطحين وراح اعجنهم بالحليب والمزهر والموارد. هلأ هيدا الطحين مع الزبدة، شوفوا كيف صار شكله وقوامه زي كأنه مفتفت بهيدي الطريقة. هلأ راح ضيف المزهر والموارد على خليط الطحين والزبدة والمحلب والسكر، وبعدين رح نزل الحليب السائل الفاتر عندي بالتدريج ورح اعجنهم بالحليب. بس يصيروا عندي عجينة لينة او طرية شوي رح خليهم ساعتين يرتاحوا وبلش احشيهم. وهيدا المزهر والمواد، وهلا رح نزل الحليب ولمون. ما بنحط كل كوب الحليب بالتدريج، بننزل الحليب وبنعجن الحليب بالتدريج، بنحطه وبنبلش نلم العجينة على بعض. وهيك بعد ما عجنتهم ما ضفت كل كمية الحليب، استخدمت 3/4 الكوب. هلا بريح العجينة ساعتين وبشتغل فيها. أهم شي ما نستخدم كل كمية الحليب دفعة واحدة. أنا حطيت 3/4 الكوب وعجنتها، بدها تكون العجينة هيك طرية معنا بهيدي الطريقة، بيسهل إنه إحنا نحشيها وما تتفتت معنا. هيدا قوام العجينة هيك كتير مناسب. هلأ رح غطيهم بنايلون خليهم ساعتين يرتاحوا بعدين بشتغل فيها. هلأ هيدي العجينة تركتها ترتاح ساعتين. بعد الساعتين طبعا بالنسبة لحجم الحبة حسب حجم القوالب عنا، بنجهزهم بهيدي الطريقة علشان نحشيهم. بنكورهم هيك، بنحط حبة التمر وبنسكرها.
هلا بالنسبة للقوالب، في كتير عالم كانت تحط الحبة بالقالب وتعمل هيك لتوقع. في عندكم حلين، يا بتحطوا فيهم نايلون بهيدي الطريقة، ولازم ننتبه لمقاس الحبة المعمول ما يكون القالب بهيدي الطريقة تطلع معنا، يعني هيدي الحبة كانت أكبر من مقاس القالب، يعني بدها مقاس قالب أكبر لأنه لازم تكون مش طالعة برا القالب عنا بهيدي الطريقة. فالمقاسات لازم ننتبه لها، ما نخلي الكرة للحبة المعمول أكبر من القالب تطلع لبرا، بصير شكلها مو حلو بالتقديم. وبنعمل هيك، ما في داعي نضربها بهيدي الطريقة. أو البعض بيجيب هيدي الكلسات طبعا مغسولة وطاهرة ونظيفة، بتكون جديدة، بنحطها بالقالب بهيدي الطريقة، بنحط حبة المعمول بعد ما حشيتها وبنعمل هيك وبتطلع معنا. فبتكون تحطوا نايلون، بتكون تحطوا فكرة الكلسات، كتير أمهات كبار بالعمر بيستخدموا هاي الطريقة، بيحطوا هذه الكلسات بتكون جديدة ونظيفة ومغسولة وطاهرة ومنشفة، بلبسوها بالقالب عشان نرتاح من هذه الطريقة اللي بنضرب فيها حبة المعمول، وأحيانا كتير بتلزق معنا جوا القالب وبتفتت، وبنصير بدنا نحط طحين وبنتغلب بإخراج حبة المعمول منها. وفي البعض بيحرق القالب بهذه الطريقة شوي فما بيعود يلزق فيه. في ناس كمان بتحط القوالب بزيت شي ساعتين، بجاط فيه زيت فبصير القالب مدهن، فصعب انها تلزق فيه الحبة. بس انا بشوف دائما انه النايلون او الكلسات، هيدي تعلمتها جديد الفكرة، النايلون بعرفها بلاقيها احسن بكتير للمعمول. وهيدي بترجع لكم كيف انتو حابين تطبقوا فكرة المعمول بهيدي الطريقة او بهيدي الطريقة. انا جهزت ثواني عليها ورق زبدة ورح كملهم كلهم بهيدي الطريقة وبعدين بخبزهم. وهيدي صواني المعمول بعد ما جهزتها، حطيتها بصواني تحت ورق زبدة بهيدي الطريقة. هلأ انا شغلت الفرن من فوق من تحت على درجة حرارة 200 درجة قبل 10 دقايق. من المهم لخبز المعمول انه يكون الفرن عنا حامي، وبعدين رح دخلهم، ما رح خليهم يتحمروا ابدا، بس نشوف حبة المعمول شقرت معنا بيكون خلص كافي. اذا خليتوها تحمر ويتغير لونها رح تصير جامدة معنا لما نجي ناكلها وتقرش. اذا بدنا اياها تضلها طرية وتدوب بالتم، اول ما تشقر معنا من تحت وتاخد شقار خفيف من فوق على طول منطلعها من الفرن، ابدا ما منطول عليها. بهيدي الطريقة اول ما يشقر المعمول بالفرن منطلعه منخليه ليبرد ومنحطه بعلب بهيدي الطريقة، وهيدا اللون المناسب لإله. هيدول المعمولات ما شاء الله لما طلعتهم من الفرن، شوف اللون كيف بده يكون. وهلأ حطيتهم بالجاط وبقدم دايما على جنبهم سكر بودرة بعلبة مثل هيك، ويلي بده برشله على صحنه سكر بودرة، ما بحب حط عليهم وغطيهم يكون عليهم سكر بودرة، دائما بيرطب السكر بعد فترة، فعشان هيك بخلي دائما هيدي اللي برش فيها السكر البودرة حد صحن المعمول، ويلي بده برشله على طول بصحنه، يلي ما بحب فيهم سكر بحب حل التمر بيكونوا جاهزين عندي بهيدي الطريقة. اهم شي لنجاح هيدي الوصفة الفرن حامي وما نحمرهم كتير، بس بهيدا اللون. وهيدا المعمول انا تلشته بالفريزة، طريقة هيدا المعمول كتير سهل انه انتو تعملوا كمية قد ما بدكم وتحطوهم بصواني، بس يجمدوا من الا الحبة صارت عنا مثل الحجر، بتشلوهم بتحطوهم بعلب بيناتهم ورق مشمع وبتجهزوا كميات. اي ساعة اجا لعنكم ضيوف بتطلعوهم قبل 10 دقايق ربع ساعة من الفريزة، بتحموا الفرن من فوق من تحت درجة حرارة 200 درجة، بتخبزوهم بس ليشقروا، ما تبالغوا بالخبز، ما تخلوه يصير لونه كتير بني، بصير قاسي طعمته وجامدة معنا. فحبيت صوركم هيدي الطريقة اللي انا تعلمت عليها، لقيتها كتير مفيدة. هيك انا عم جهز الصواني وعم فرزهم، بيكون عندي كمية معمول جاهزة اي ساعة ان بدي او اجا لعند ضيوف او انا محتاجة اني اعمل معمول، بهيدي الطريقة بطلعهم وبحطهم على صواني وبخبزهم. فهيدي فكرة نفس العجينة اللي انا عملت فيها المعمول التمر بطحين او كعك التمر بطحين، انا استخدمتها لهيدا الكعك وفرستهم عندي. مثل ما تعلمت حبيت صور لكم. وهيدي صينية المعمول
يلي كانت مفرزة بالفريزر جمدتهم بعد ما خبزتهم. شوفوا طريقتهم كتير مفيدة وعملية. هياتهم طرايا، شوفوا كيف المعمول طري هيدا. يلي حابة انها تجمد هيدا المعمول نفس طريقة العجينة، بعد ما تحشيها بتحطهم بصينية وبتغلفهم بتحطهم بالفريزر، بس يجمدوا بتحطهم بعلبة وبيناتهم ورق مشمع او نايلون، وساعة اللي بيجي على بالها انها تعملهم بتطلعهم من الفريزر قبل ربع ساعة، بتحمل الفرن وبتخبزهم ليشقروا ما تبالغ اكتر من هيك. هيدا اللون ممتاز. اذا بدها تحط سكر بودرة على الوش بعد ما يبردوا، اذا بدها تقدمهم، بيعتمد على ذوقكم ورغبتكم. فكرتهم كتير عملية وكتير طعمتهم طيبة ومميزة، ونفس طريقة المعمول اللي بنخبزه طازة، بس هيدا انه احنا بنقدر نفرزه. حبيت صور لكم الطريقتين.